دكتور سمير، هذا الاتهام لتركيا بأنها تدعم الدواعش، من فك دائما يوجه لها منذ بداية ظهور هذا التنظيم حتى الآن، والآن الأكراد يتهمون بشكل صريح، يقولون أن هذا الهجوم ما كان ليتم لولا دعم استخباراتي ودعم بالعتاد والتخطيط من تركيا. ما رأيكم في هذه الاتهامات؟ مساء الخير. اولا مساء الخير، حياك الله. طبعا يعني مثل هذه المواقف، البيانات او التصريحات معروفه من قبل القسد والقيادات المحسوبه على الاداره الذاتيه في شرق الفرات. يعني انا تابعت التصريحات التي وجهت الاتهامات باكثر من اتجاه. المتهم ليس تركيا كما أنا تبعت من البيانات، اتهام خلايا داعش السرية، اتهام النظام في دمشق، واتهام تركيا وحلفائها. حتى الآن الاتهام موجه إلى بثلاث اتجاهات، يعني لا نعرف إذا كان من الذي استخطره داعش، مجموعة قسد عفوا، في النهاية بين هذه الجهات. حتى الآن هي لم تحسم موقفها، يعني الجمع بين النظام وبين خلايا سرية نائمة وبين أنقرة في تحريك هذه العملية فيها الكثير من التباعد والتناقض. الآن في نقطة أهم، أنه لماذا تركيا تنفذ أو تحرك مجموعات تقول أنها إرهابية هي وتتحرك ضدها في أكثر من مكان؟ إحدى العمليات العسكرية التي نفذتها تركيا في شمال سوريا كانت ضد هذه المجموعات الإرهابية نفسها، فكيف إذن يعني تركيا تنسق مع هذه المجموعات الإرهابية وفي نفس الوقت تقوم بمثل هذه العمليات العسكرية في شمال سوريا وفي الداخل التركي؟ الأرقام المعلنة رسميا في الداخل التركي حول العشرات المعتقلين المنسوبين إلى هذه المجموعات يؤكد أن تركيا تواصل حربها على هذه المجموعات. الأهم من كل ذلك أنه توقيت هذه العملية برأيي مهم جدا، تحرك مجموعات داعش في سوريا وفي العراق. علينا إذن أن نربط بين المنطقتين وهذا التحرك بهذا الشكل. هذا يعني نعم أنه في مجموعات أجهزة استخبارات تحاول تحريك هذه المجموعات، أقصد داعش الإرهابي، والاستفادة منه بشكل أو بآخر. لكن هذا النقاش يحمل معه سؤال أساسي، أنه هل فعلا مجموعات قسد قادرة على إدارة هذا الملف بهذه الطريقة؟ حوالي 12,000 سجين معتقل في هذه المناطق، ربما دكتور سمير وهذه المجموعات ما تتفضل به مهم جدا، ولكنه ربما يأخذنا إلى موضوع آخر. ولكن أنت تحدثت عن أيضا تتفق مع الاتهام الذي يقول أن هناك جهات دولية تقف وراء داعش ويمكن أن تحرك القوات، وهنا نأتي إلى تصريح الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا زيدان العاصي، يقول أن قواته تأكدت مع بدء هجوم داعش أن تركيا أيضا حركت قواتها ومرتزقتها باتجاه تل تمر. هل تعتبر أن هذا الأمر صدفة؟ أنا أظن المسألة فقط محاولة تشتيت انتباه من قبل القسد. حتى وإن كان لأنه هذا دكتور سمير، حتى وإن كان تشتيت، هل هي صدفة؟ أجيب على السؤال. المسألة ليست هي مسألة، أنا أقول لك أنه المسألة ليست فقط إطلاقا أو مسألة تحريك قوات أو غير تحريك قوات. المسألة هي بالأساس أنه من الذي سلم هذه المجموعات إلى قسد بهذا الشكل لتدير هذا الملف؟ هذا يعني أنه هناك رغبة دكتور سمير من قبل أجل الاستخبارات. دكتور سمير، لماذا لا تجيب أنا على السؤال؟ على سؤالك. لا أنت لا تجيب على السؤال، أنت تحول السؤال. لا أجيب على سؤالك. تفضل دكتور. أنا أجيب على السؤال بطريقتي، بالطريقة التي أنا أراها مناسبة. تماما ولكنك تجيب عن موضوع آخر يا دكتور سمير. لحظة، أنا أقول لك أنه هذا الملف ترك بيد مجموعات قسد لدفعها إلى التلاعب به بهذه الطريقة. الآن محاولة رمي الكرة بملعب تركيا أنها تتحرك باتجاه، وأنا أجيب أيضا على السؤال، لا أعرف إذا كانت هذه الإجابة مرضية أم لا، تطمئنك أم لا، لكن أقول لك أنه هذه الورقة بهذا الشكل محاولة واضحة من قبل بعض أجهزة الاستخبارات. أظن اللاعب الأمريكي هنا يتحمل مسؤولية أساسية. لماذا؟ لأنه واشنطن كان عليها أن
نتحرك باتجاه حسم هذا الموضوع بشكل القانوني السياسي كما وعدم ترك هذه المجموعات بالفعل. بهذا الشكل. بالفعل هذه نقطة مهمة، ولكن